السلام عليكم نازلين ديالي، كيداير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نجي لكم بواحد لا فيديو اللي غادي يكون فيه الروتين ديالي اليومي، يعني روتين عادي ديال اي امراه شنو غتكدي في دارها. كما حطيت لي كنوض الصباح ما كنعرفوش شنو غادي نديرو، ما كنكونوش بروغرامين حتى شي حاجه، كنديروها في يد الله وكنشوفوا كل حاجه كتجي دقه دقه. المهم هادشي اللي وقع لي انا اليوم، ما عرفتش شنو غادي ندير لكم، ما عرفتش شنو نقدم لكم، ولكن غتبقاو معايا، حنا ماشي برانيين خاصني نوجد لكم كلشي. وهذاك غادي تبقاو معايا وغادي تشوفوا شنو اللي غادي، اي حاجه غادي نديرها غادي تشوفوها قدامي قدامكم. سمحوا لي، اي حاجه غادي نديرها غادي تشوفوها قدامكم. حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، نعتذر لكم لان هذه سيمانه ما بقيت حطيت لكم حتى شي فيديو، راكم عارفين مع الابن ديالي باقي صغير، فما كنكون موجه لشي حاجه وباغا نحطها لكم كنكون دايره موجه، باغا ندير شي ماسك ولا باغا ندير شي روتين، الا وكيجي في ديك الوقيته اللي كيبدا يبكي فيها وما عنديش كي غادي ندير، يعني كنخلي كلشي نسمح فيه وكنمشي نمشي لولدي. راكم عارفين الاولويه ديالي هما وليداتي. عاد انتما اكبر، يعني وليداتي هما الاولين وانتما هما الثانيين. لهذا اليوم قلت غادي نحاول اليوم شويه راه ساكت ربي هادي، قلت اجي ندير معكم هذا الروتين وغادي تشوفوا اي حاجه غادي نديرها غادي تبان قدامكم. يلا بقاو معايا لاخر الفيديو. المهم البنات، بالنسبه للابن ديالي انا عندي كنغسل ليه بهذا كادوم، هاد كادوم البنات الجسم ديالو الشعر حتى الكبار يستعملوه. هالي كوكا كيسكيا، ايش الوليد ديالي انا ولا فنة تاع ماما انا؟ من بعد البنات دزت الكوزينه باش نجمعها شويه ونخوي لا ماشين، كما كيبان لكم باللي صرا راها كتعاونني بصراحه، صرا كيعجبها تخوي لا ماشين وكيعجبها حتى من تنشر معايا حتى الحوايج. وبصراحه البنات الا عندكم بنياتكم صغار كيبغيو يعاونكم في الكوزينه ولا شي حاجه، عمركم ما تقولوا لهم لا ولا، بالعكس خليوهم يتعلموا، وكل ما كيولفوا كل ما علمتهم كل ما كيديو على شحال من حاجه وكيترباو عليها، ماشي نعطيوهم شي حاجه ثقيله ولكن بحال هكا نعطيوهم يستفوا الكيسان، نعطيوهم يحطوا الطباسل وكيولفوا على شحال من حاجه كما حنا والدينا ولفونا. حاجه وحده البنات ها هي، ملي تكونوا في الكوزينه ما تخليوش الدراري بوحدهم يبقاو، دائما كونوا معاهم. مهم البنات دابا غادي نوجد واحد البيبغون الماتين، لحق جاه الجوع ما بقاش قدر يصبر. اما بالنسبه للغدا فانا ما غاديش ندير الغدا لحقاش البارح كنا درنا العشاء وشاط ليا منه بزايد، يعني ما عندي علاش غادي نرميه، هو اللي غنسخنو غادي نتغداو به. ولكن غادي نخليكم معايا لحقاش غادي نوريكم واحد مولاتي الطلاطه ديال الحوت اللي انا مشهيه هذه دابا شي سيمانه، غادي نشاركهم نشاركها معكم. المهم هي طريقه عاديه، ولكن قبل من هذا الشيء كامل ولا قبل ما نعطيكم طريقه التحضير ديالي ديال هذه اللاطه، غادي نمشي نرضع ولدي هو الاول عاد غادي نرجع لكم.
المهم البنات بالنسبه للحوت انا خديت هاد الشكل اللي سميتو دوغاد، خديته نقيته غسلته حيت له جنيوحات ديالو اللور ديالو البلاصه اللي فيها الشوك حتى حاجه ما خليتها تتنقى مزيان. نتوما تقدروا ديروا اي حوت اللي بغيتو. ومن بعد عندي بطاطا اللي شديتها قطعتها دوائر وسلقتها في الماء وشويه الملحه، وعندي الطماطم، عندي البصله، عندي فلفله قطعتها دوائر، وعندي الحامض خليت حامضه هكاك باش من بعد نقطعها، وخديت الحامض حتى هو معصور راه هو عندي حتى هو تما. خديت واحد المزود ديال الحار اللي غادي بالنسبه للناس اللي عزاز لهم الحار، وبالنسبه للتوابل غادي نقول لهم ليكم من بعد. ما نساوش الزيت من طبيعه الحال والملحه حتى هي. ايوا نبداو على بركه الله. غادي نديروا الكمون، ومن بعد غادي نديروا البزار، تحميره، الخرقوم، سكينجبير، شويه د الزيت، الملحه والحامض. غنخلطوا هادشي كامل البنات وغادي ندهنوا به الحوتات ديالنا. الا كان متوفر عندكم البنات الربيع ديروه، انا ما كانش عندي داكشي علاش ما درتوش. وبالنسبه للعطريه غادي نديروا شويه ومن بعد غادي نعاودوا نديروا العطريه مره ثانيه. من غنحطوا الخضره ديالنا كامله فوق اللاطه غنسمو الخضره ديالتنا عاوتاني بنفس العطريه اللي درناها في الحوت. وخليكم معايا البنات لاخر الفيديو باش تشوفوا مرحله بمرحله.
غادي ندخلوا اللاطه ديالنا البنات الفران. المهم حاولت ما امكن انني نختصر لكم، ولكن الفيديو جا شويه طويل. اللاطه ديالنا هي وجدت البنات، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وما تكونش ثقيله على قلبكم. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا جيم، ولا كنتي هذه اول مره تدخل القناه ديالي.